كرويا دائما توج المنتخب الإيطالي بكأس أوروبا للأمم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه عن نظيره الإنجليزي بضربات الترجيح في نهائي يورو 2020. اللاعب لوك شاو فتح تسجيل الإنجليز بعد دقيقتين فقط على صافرة البداية، ورد الطليان بهدف التعادل في الدقيقة 67 بواسطة اللاعب ليوناردو بونوتشي، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ثم لضربات الترجيح التي ابتسمت للطليان 3-2. اللقب هو الثاني الأزوري بعد اللقب الأول في نسخة العام 1968. أما منتخب الأسود الثلاثة فلم يسبق له التتويج باللقب، وأفضل إنجاز له التواجد في النهائي في النسخة المنتهية.